المدير العام للأمن الوطني. السلام عليكم، شكرا جزيلا لك عثمان، وشكرا على الاستضافة. طبعا أنت قلت الكثير من الأشياء في بداية البرنامج، في مقدمة البرنامج. شكرا. هذا الخطاب بالنسبة إلي ليس جديدا، بل هو خطاب جديد. في خطاب قديم في ثوب جديد يتكرر في كل مرة، لأننا لا نملك مصطلحات أخرى، لأننا لا نملك أفكار ولا نملك مشاريع، وبقينا البلد الوحيد، أقول لك البلد الوحيد في العالم، أو خليني نقول من بين البلدان القليلة في العالم، من ما تزال سلطتها وموالاتها، من ما تزال تعتبر بأن كل مكتسبات الوطن بما في ذلك الشهداء والثورة هي ملك لها وليس لنا. عندما تسمعهم يتحدثون عن العربي بن مهيدي، المرحوم العربي بن مهيدي الشهيد، وعن سي الحواس وعن العقيد لطفي، تشعر بأن هؤلاء هم جزء منهم، هم فقط وليس نحن. يعطونك الانطباع بأن هؤلاء المجاهدين والشهداء هم ملك لهم. عندما يقولون بأن الجزائر خط أحمر مثل ما قلت منذ حين، هم يريدون القول بأن السلطة خط أحمر وليس الجزائر خط أحمر. أنا متأكد بأن من يفكر في الجزائر لا يملك الجنسية ثانية، لا أقول لا يملكها، هناك من يملكها مضطرا، ولكن لا يبحث عن الجنسية الثانية والفرنسية والأمريكية. من يريد أن يتحدث عن الجزائر كخط أحمر، إذا كنت تريدها فلا يجب أن تبحث أن تكون وزيرا أو مديرا أو سفيرا، يجب أن تختار في هذه الدنيا. الحياة هي خيارات والحياة هي اختيارات. أعتقد بأن النقاش الحاصل اليوم هو نقاش ينم عن جهل كبير وينم عن فراغ كبير في الفكر. أعطيني اليوم مثلا نتكلموا على المجاهد الكبير والكوندانيامور ورفيق الدرب والسلاح والطبيب في جمال ولد عباس. أعطيني جمال ولد عباس في خطاباته يوما ما تحدث عن مشروع، تحدث عن فكرة، تحدث عن العمال، تحدث عن الطلبة، تحدث عن التلاميذ، تحدث عن المنتحرين، تحدث عن العوانس، تحدث عن السكن، يتحدث فقط عن زعيمه. لا يمكن له أن يعطينا فكرة. قل له يعطينا ثلاث أسطر من برنامج حزب جبهة التحرير، يعطيني ثلاث أشطر من برنامج فخامة الرئيس كما يصفه، يعطيني ثلاث أشياء راح يعملوها بعد سنتين أو بعد ثلاثة. تسمع قبل الانتخابات يتحدث عن الانتخابات، وبعد الانتخابات يتحدث عن الانتخابات الجاية. الشيء الجديد اليوم هو قال له راح نكون هنا في 2034. معناها يا أيها الشعب انتحر، يا أيها الشعب ارحل، احنا باقيين برداءتنا بنهبنا بسلبنا بتخلفنا سنبقى نحكمكم ونتحكم فيكم. من شاء فليبقى ومن لم يشاء فليرحل أو ينتحر يرمي نفسه من طابق الخمس. ابقى معنا أستاذ حفيظ، أعود إليك. انضم إلى نقول إلى حكم في كنف الديمقراطية، وهو عنوان براق مثل ما أكيد تلاحظ ذلك. ما المقصود بهذه العبارة؟ الأساسي هو تنويم الشعب الجزائري وتنويم السلطة وتنويم المعارضة. لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بعد سنة إلا عبد العزيز بوتسليقة. بوتسليقة لو ترجع لخطاباته قالنا في وقت ما طاب جناني، وبعدين رقد كامل الغاشي، صرنا 7 سنين من بعد ما زالوا رئيس. وقال لنا في هذاك الوقت عهد الشرعية الثورية انتهى، ما زال عهد الشرعية الثورية، ما زال ما طابش جناني. قال لنا في هذاك الوقت بأنه حان الوقت لتسليم المشعل، ما زال ما سلموش المشعل. هذا الأمر عنده 6 أو 7 سنين لحد الآن. ما جاء في الرسالة التي نسبت إلى الرئيس بمناسبة 19 مارس هي رسالة لا تختلف كثيرا عن رسائل سابقة، وصدقني لو ترجع إلى رسائل سابقة ستجد بعض المقتطفات مما جاء في هذه الرسالة. ربما الديباجة فقط هي الجديدة، موجودة في رسائل أخرى، حتى الديباجة لم تختلف كثيرا. الأفكار أيضا موجودة. عندما يقول أولا لماذا يقول هذا الكلام اليوم سنة قبل الانتخابات الرئاسية؟ هل هناك شعور بأن أمر ما يدبر؟ هل هناك شعور بأن يدبر حبيت نقول من الجزائريين مع بعضهم البعض، يعني هل هناك شعور بأنه خطر قادم؟ هل يريد أن لا يجعل هذه المعارضة تتحد فيما بينها من أجل ما سمي المرشح التوافقي؟ أعتقد أنه في حيلة مبيتة أكثر مما هو شيء آخر، لأنه لم يكن هناك أي داعي للحديث عن ضرورة أن يستعد الجزائريون من أجل تقديم برامجهم. أي برنامج
اولا اعطيونا البرنامج تاعكم تاع اليوم، نعطيو لكم البرامج تاعنا تاع الجزائريين تاع الاحزاب الاخرى الموجوده، اعطيونا البرنامج تاعكم وبعد ذلك انا متاكد بان احزاب المعارضه ممكن تخرج برامجها. القضيه ليست قضيه برامج، القضيه قضيه تحايل اخر. انا كرهت من استعمال نفس الكلمه، ولكن استعمال نفس الممارسات هو الذي يؤدي بك الى استعمال نفس الكلمه. هناك تحايل صباحا ومساء، تحايل ممنهج من وزراء وسفراء وناطقين رسميين وما سماهم الاخ ابو عقبه منذ حين بيشيتين الذين يتملقون لواحد اكثر من الاخر. انا لا اعتبر بان هذه الرساله حدث تماما، ليست حدثا. طيب. الحدث الوحيد هو 19 مارس ذكرى عيد النصر، هذا النصر الذي لم ياتي بعد. طيب استاذ حفيظ، حتى لا ننسى، ذاكره لا تأبى بل تأبى النسيان، ثوره مجيده تاريخيه ليس من مثيل لها في العالم، لكن افراز ثلاث صفحات في هذه الرساله كلها للثوره والشهداء والامجاد والاستقلال، ولكن ماذا عن الواقع المعيش الذي يعيشه الجزائريون اليوم؟ ماذا عن هذه الجبهه الاجتماعيه التي على صفح ساخن؟ ولا كلمه واحده عن هذه المطالب، ما هي مشروعه ام لا؟ ما اذا السلطه مستعده للاستجابه لهذه المطالب؟ لا للاطباء ولا لمعطوبي الجيش وخدمائه ولا لشيء من ذوي الحقوق ولا شيء اخر اطلاقا. لماذا فقط الاستغراق في التاريخ، الغرق في التاريخ في هذه الدرجه؟ قلت لك منذ حين في أول مداخلة بأن هناك إفلاس فكري وسياسي. عندما يكون لديك الإفلاس تذهب إلى الإطناب وتذهب إلى كلمات الوصف وتعود إلى التاريخ لكي تسترجع الذكريات. هذا التاريخ هو ملك لنا نحن أيضا، نحن أبانا وأجدادنا جزء من هذا التاريخ. هذا التاريخ ليس تاريخ جبهة التحرير وليس فقط، وليس تاريخ ولد عباس فقط، وليس تاريخ السيد الرئيس فقط. هذا التاريخ هو تاريخ الشعب الجزائري، هو تاريخ الأمة الجزائرية، هو ملك لنا جميعا. وهذه الدولة وهذه الجزائر التي يقولون عنها بأنها خط أحمر هي ملك لكل الجزائريين. نحن بدورنا نقول لهم بأن الجزائر خط أحمر، كفاكم تلاعبا وكفاكم عبثا بهذه الجزائر وبهذا الشعب الجزائري. نقول لكم كفاكم اليوم، غدا لن نقول لكم شيئا آخر، لأن الأمور متوجهة نحو ربما الكثير من التردي على مستويات اجتماعية واقتصادية قبل السياسي، مستويات اجتماعية واقتصادية وحتى فكرية وثقافية. أعطيني نشاط فكري اليوم، نشاط ثقافي اليوم، أعطيني نقاش أو مشروع مجتمع نتناقش عليه. شوف القنوات التلفزيونية الجزائرية، قال فلان وقال فلان وش رايك في فلان، اعطوني مشروع، اعطوني فكر، اعطوني يا سيدي. نتكلموا على الطلاق والزواج، الطلاق والزواج ظاهره من الظواهر، لم تعد موجوده في قنواتنا التلفزيونيه. يا سيدي هذا الطلاق والزواج امر موجود في مجتمعنا، صح؟ ما كانش اللي يتكلم عليه اليوم، رغم انه حالات الطلاق الموجوده في الجزائر اليوم، خليني نفتح قوس، نسبه كبيره بالالاف. نحن لدينا واحده من اكبر نسب الطلاق في العالم العربي. فهي يلا تكلموا لنا على، اعطونا الساسه تاعكم ورجال الدين وعلماء الاجتماع والاساتذه والدكاتره ويتحدثوا. اعطوني في قنوات تلفزيونيه جبنا دكتور وجبنا امام محترم وجبنا فيلسوف وجبنا فقيه وجبنا طبيب مختص وجبنا مهندس مختص. اعطيني هذا الناس لا موجود. اعطيني مهندس عمره 30 سنه طلع في قناه تلفزيونيه يتكلم على مشاريع البناء ويتكلم على المستقبل غدوه ويتكلم ويقارن الهندسه نتاع اليوم نتاع البارح وتاع غدوه كيف راح تكون. اعطيونا هذه الاشياء بلا 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 وقعدنا هنا. نعم، مسائل التحسيس والتوجيه انجبت وستظل تنجب. دعني اصحح فقط زله لسان اتصور للاخ محمود منذ حين الذي احييه عندما قال بان الدوله افلست. فريد. هو يريد ان يقول بان السلطه افلست. فريد معذرة. أيوة. هو يريد ان يقول بان السلطه افلست وليس الدوله. نعم. هذا نربطه مع سؤالك، ونحب نقول لك بان الدوله الجزائريه او الجزائر، لانه الدوله هي شعب وارض، والدوله الجزائريه لم ولن تفلس وليست عاقره، ولكن السلطه هي التي افلست. السلطه هي التي احاطت نفسها بالمفلسين وبالرادئين وبالناهبين، وبعدت قدر المستطاع على كل المستويات، ليس فقط على مستويات عليا، حتى على مستوى بلدية، حتى على مستوى جمعية تاع مجتمع مدني في أقصى جنوب الجزائر. هناك إقصاء للكفاءات. هل الأخ فريد
سمعته يتحدث مثلا في قناة تلفزيونية في الجزائر أو في قناة عمومية، رغم أنه يتحدث بالأدب وبالاحترام اللازمين، ويتحدث بفلسفة، ويتحدث ببداية بمقدمة وموضوع وخاتمة، أنت تسمع فقط إلى جمال ولد عباس. هل يعقل أنه مع احترامي للرجل يعني كإنسان، هل يعقل أنه الأمين العام للأفلان تقطع من أجله برامج تلفزيونية سواء كانت خاصة من أجل نقل مباشر لمدة ساعة ونصف أو ساعتين لباش يضحك الناس ويقول لهم أنا موجود إلى غاية 2034، ويقول لهم بأن بوتفليقة خط أحمر والجزائر خط أحمر وأزرق ومش عارف واش؟ هل يعقل أن أولادنا يسمعوا مثل هذا الكلام؟ في بعض الأحيان لما نكون نسمع في القنوات أولادي يكونوا معايا يقولوا لي بابا وشنا هذا؟ وش كدير؟ يعني بعفيتهم 7 سنين و10 سنين يقول لي بابا وشنو هذا يعني؟ فهذه الأسئلة البريئة هي أسئلة جوهرية عندما تسمعها الأطفال. طفل صغير تاع 7 سنين يشوف رسوم متحركة، يشوف فيلم، يشوف مغامرات، يشوف ما يشوفش ولد عباس ويشوف عمار غول، ويشوف عمار غول يقولنا بأن الرئيس يتحطوا الدولة. دولة شكون؟ أنت ولا السعيد ولا 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 يقصد الجيش الزمرة ولا الدشرة اللي كان يتكلم عليها السفريد منذ حين اللي تحكم دولة من حجم الجزائر؟ هل يعقل أن دولة من حجم الجزائر ما فيهاش إطارات إلا من تلك الدشرة أو من ذلك الدوار؟ هل يعقل؟ زمان كنا نقول فيه جهوية تاع ناس الشرق، ولكن جهوية تاع ناس الشرق كانت جهوية منطقة إن صح الوصف، كان جهوية منطقة وكانوا فيها ناس من تيزي وزو وكانوا فيها ناس من الغرب الجزائري. أما اليوم فرحنا للجهوية المقيتة اللي وصفها فريد منذ حين. أنا لا أجد الكلمة لوصف مثل هكذا جهوية، لازم نغير لها كلمة، لأن الجهوية معناها جهة، فهذه ليست جهة، هذه هذا 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 دوار، هذا هذا هذه حومة تحكم بلد من حجم الجزائر. الأمر صار لا يطاق على كل المستويات، ليس فقط على المستوى السياسي والأحزاب السياسية. على ذكر المستويات الأخرى أستاذ حفيظ، وأنت تشير إلى مستويات أخرى، انتبهت لتصريح جوركيف الفرنسي الناخب الوطني السابق، سئل قال ما الذي ينقص المنتخب الجزائري حتى لا يلتحق بمونديال روسيا؟ قال لا ينقصهم شيء، لديهم لاعبون، لديهم كذا وكذا، ولكن الفساد، انتبهوا إلى الفساد وإلى المحيط الفاسد. فهنا أنا توقفت عند هذه العبارة، حتى جوركيف لاحظ هذا المحيط، المحيط الفساد المعشش في الرياضة أيضا. أكيد لما يكون السياسي فاسد، فقس على ذلك، يصير الفساد هو شطارة، يصير الفساد هو السبيل لأن يوصلك للسلطة، يوصلك لكي تترفها، فيصير عام فساد في الرياضة وفي الكرة. كنا زمان نعتبره بأنه ظاهرة خاصة فقط بالكرة، ولكن أنا أعتقد بأنه هو ظاهرة عادية جدا، هو امتداد لفساد عام، هو امتداد أيضا لتقبل مجتمعنا لهذا الفساد. صرنا نقوله الأغر شاطر هذاك، يعني السارق نقوله عليه شاطر، واللي موجودش خدمة نقوله عليها اللي موجودش خدمة وعاقل، واللي يقوم بإضراب عن العمل واقف نقوله عليه بأنه جايح، سمحوا لي بالعبارات هذه. فالمعايير والمقاييس في الجزائر انقلبت. أنا أخاف على أولادنا غدا أنه يعتبروا بأنه هذه المعايير هي المعايير الأمثل والمعايير اللي تبني الدولة وتبني المجتمع وتبني الأسرة، وممكن من خلالها نصنع مشروع تاع مجتمع. أنا أتحدى أي من الموالات أن يقول لي ما هو مشروع المجتمع الجزائري تاع اليوم، ما هو المشروع المجتمع الذي جاء به بوتفليقة من أجل كما كان يقول من أجل إعادة الهيبة للجزائر. لا هيبة بقت ولا كرامة بقت ولا شرف بقى ولا اقتصاد بقى ولا أي شيء. طيب سيد حافظ، سنعود إليك للسيناريوهات المرتقبة. أية سيناريوهات شائمة؟ الكل غاضب، الكل متذمر ومحتقن. شوف العالم بأسره يا سي عثمان يقدروا يتوقعوا السيناريوهات. نتكلم على عالم وعلى بلدان حرة وديمقراطية وفيها عدالة اجتماعية وفيها أمور عادية وطبيعية جدا، مؤسسات وفيها رجال ونساء وشباب ومنقبات وجمعيات مجتمع مدني. إلا في الجزائر ولا واحد يمكن أن يتصور ما سيحدث غدا. يكذب عليك من يقول لك بأن الذي سيحدث بعد شهر أو شهرين أو سنة ها هو السيناريو. ولكن الشيء الأكيد حتى أكون متفائل اليوم على غرار الأخ فريد منذ حين، أقول لك بأن أنا كذلك لدي معطيات ومعلومات بأن هناك
رجال خيرين في هذه الجزائر يهيئون ويتهيئون لأيام أجمل بالنسبة للجزائر، أو لمحاولة تصحيح الوضع في الجزائر ومحاولة استعادة هذه الجزائر لكي تكون وتصبح جزائر كل الجزائريين، ما فيهاش حقد وما فيهاش كراهية وما فيهاش انتقام وكيف فيها الحسد وفيها الغيرة، هذه أمور نفسية وعادية موجودة، ولكن ما فيهاش حقد دولة على شعب أو شعب على دولة، ما فيهاش كراهية، ما فيهاش انتقام، ما فيهاش نضرب غدوة الطبيب لسبب أو لآخر، ما فيهاش واحد يوقف رافح لافتة ناخذوها على مركز الشرطة في وقت لم يؤخذ سعيد بوتفليقة عندما وقف منذ سنتين. لو وقفت أنا في مكانه ولم يكن موجودا لكنا كلنا في السجن. هذا الفرق الكبير جدا في المعاملة وفي التعامل. أنا صوتي وأعتقد بأنه هناك الكثير من الخيرين في هذه الجزائر الذين يفكرون بنفس المنطق وبنفس الفكر من دون حقد من دون كراهية، كلام عن الشارع وكلام فيه الكثير من المغامرة، فيه الكثير من الخطر ممكن، لأنه لا نملك لحد الآن، مجتمعنا لا يملك ثقافة التعبير، لا يملك ثقافة الاحتجاج للأسف، وهذا بسبب تراكمات عديدة جدا. اليوم المواطن الجزائري عنيف مع نفسه، لما يشوف روحه في المرآة الصباح لا يبتسم، عنيف مع زوجته، عنيف مع ابنه، عنف في الشارع، عنف في المدرسة، عنف في المسجد، عنف في النقاش، عنف لفظي، عنف جسدي، عنف بمختلف الأشكال. فصعب جدا على المجتمع الجزائري اليوم أنه يعبر عن ذاته في الشارع، وخطر كبير جدا على الدولة الجزائرية وعلى الشعب الجزائري قبل أن يكون على السلطة. هو أكيد خطر على السلطة، ولكن الخطر سيكون أكبر على الدولة الجزائرية وعلى الشعب الجزائري لو يكون فيه لا قدر الله أي انزلاقات، وهو ما لا نتمناه. طبعا نتمنى هذه الأصوات الخيرة وهذا الرجال والنساء الخيرين أن يكون مشروعهم مشروع دولة ومشروع مجتمع ومشروع المجتمع الجزائري عموما من أجل إخراج الجزائر من هذه البلية الكبيرة جدا والبلوة الكبيرة جدا وهذا الابتلاء الذي وقعنا. ولكن الذي فهمته أستاذ حفيظ، الذي فهمته من جواب الأستاذ فريد مختاري، قال اجتمعنا مع بعض الشخصيات التي تدور في فلك السلطة، وفي أغلبهم هذا الذي فهمته عارفوا أن السلطة فعلا فشلت الأعوام الأخيرة في قيادة الجزائر إلى بر الأمان، لكن هؤلاء لم يعترفوا بذلك، هم يقولون ذلك في محيط ضيق للغاية. المفهوم عند الآخرين اللي هما في يدهم زمام المبادرة أنهم لا يريدون التخلي عن السلطة تحت أي ظرف. هذا الآخرين اللي تحدث عنهم هم 3 أشخاص ليس أكثر. المحيطون بهم كلهم يدركون بأن الدولة في خطر، ويدركون بأن السلطة مخطئة، وبأن هذا ليس هذا هو الطريق الذي يقود الجزائر إلى بر الأمان. هذه القناعة هي علامة فارقة. عندما تكون مقتنع حتى ولو لم تأتي معي فأنت مقتنع، فهذا أصلا شيء جميل، أن هناك اقتناع بأن هذه السلطة فشلت في بناء الدولة وفشلت في بناء المجتمع. عندما أتحدث عن بناء الدولة أنا نغير لما نشوف دول أخرى وزراء آخرين وسفراء آخرين ناشطين مبدعين يبتكرون يبادرون، إحنا ما كاش روح المبادرة تماما. أعطيني أي وزير في الجزائر مع احترامي لبعض منهم يقدر يغير السكرتيرة نتاعو؟ نعم. أعطيني من دون أن يطلب الإذن، باش ما نروحلكش الأشياء أخرى. ما يحدث في الجزائر لم يسبق وأن حدث ولن يتكرر بعد اليوم، لأن الناس راح تقول بعد ذلك وتحكي للأجيال ما حدث في هذه الفترة في الجزائر. لما تحكيه لن يتكرر، أنا متأكد بأنه لن يتكرر لا في الجزائر ولا في أي بلد آخر للأسف الشديد. بالرغم من كل القدرات التي نملكها، بشرية مادية طبيعية شبانية، أعطانا ربي سبحانه بكل القدرات هذه اللي نملكها، ما قدرناش نبني دولة. إن شاء الله لا تتأزم الأمور أكثر مما هي عليه اليوم أستاذ حفيظ. أنا أشكر جزيل الشكر أستاذ حفيظ الراجي الكاتب والصحفي، كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا.